خلنا راويكم شلون نطلع الجل من الجلد. بسم الله. اول شيء نشيل الجوانب الاطراف، هذا الطرف طبعا لما هذا راح نتعود ونتعلم على العمليه هذه، نشيل الاطراف. والعمليه سهله، يمكن بالبدايه نحس انها فيها شيء من صعوبه، ما فيها ابدا اي شيء من الصعوبه. بعدين نشيل القشره الفوقيه، عمليه وهي صعبه. عقب ما شلت الطبقه الفوقيه بظهر السكينه وتقش تنشال بكل سهوله، لاحظوا بكل سهوله تنشال زين. طبعا هي ممتازه حق الاكزيما وحق الصدفيه. جميل، هذا الجل حق الاكزيما والصدفيه من احلى ما يكون. من سنتين يعني رجل اكبر مني سنا على طول بين الناس حقيقه هني بالبحيره قبل راسي، انا حقيقه انحرشت. قال يا ابو عثمان شفتك تشرح حق جروب، احنا نسوي تور ثقافه زراعيه مثل ما يقولون. قال سمعتك تقول عن الالوفيرا والاكزيما، وانا كانت عندي اكزيما من 12 سنه، ماكو مستشفى، ماكو طبيب، اسافر اروح ما في علاج، واذا عصبت احكها يطلع دم عور قلبي. قال يستخدمها مرتين باليوم قبل النوم بالليل ولما يقوم من النوم يحط على الجرح. حقيقه رواني الجرح، ما في جرح اثار. اسبوعين استخدمها والتزم فيها وما شاء الله جابت نتيجه، بينما هو 12 سنه يعاني من هذا المرض. كذلك من فوائدها ترى هي مهدئ للجهاز الهضمي وكذلك ملين للمعده. على طول فيها مراره بسيطه، نحطها بالخلاط مثل ما قلنا ونزيد وياها بس قفشتين، شيء بسيط نحط الكميه هذه ونحط وياها عصير ليمون او عصير برتقال على اساس تطير المراره ونشربها من احلى ما يكون. من 6000 سنه اليونانيين يعالجون فيها، لذلك عندهم عباره مشهوره من الصلع الى الارق. مو لازم تكون في كل بيت، انصح كل بيت لازم تصير فيه بالالوفيرا. صيدليه